السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وهذه تحية لكم من عند الله طيبة مباركة، حلقة جديدة من برنامجنا مع الناس. الأربعاء هو موعد النقاط المضيئة والمسيرات المظفرة إن صح التعبير، نسلط الضوء على كثير من الأقوال المأثورة والحكم التي أنارت للبشرية في الحقيقة، ليس فقط للمسلمين خلال القرون الماضية. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم في يوم الأربعاء، لكن خلونا قبل ما نطرح الموضوع ونرحب بضيفنا الكريم نعرض على حضراتكم موضوع أثار ضجة الحقيقة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي متعلق بالحسد. ده بسبب رأي أو فتوى، وحضراتكم عارفين احنا بنعيش شوية في فوضى من الفتاوى والسوشيال ميديا له تأثير كبير. هذه الفتوى كانت من يعني رأي بيقول إنه الشخص اللي بيحسد الناس حكمه إنه يسجن حتى الموت. الحقيقة إن هذه الجملة أصابت عدد كبير جدا بالدهشة والصدمة، وكمان طرحت عدة تساؤلات، أهمها إيه نوع الحسد اللي ممكن يخليني أسجن أو أسجن واحد لغاية ما يموت؟ طيب ما يمكن اللي حصل ده مش حسد وقضاء وقدر، وإزاي أعرف أصلا إنه ده حسد؟ ناس تانية قالت طب لو فرضنا وسجناه هل تأثير الحسد كده بهذه العقوبة ممكن يقف؟ طيب ما هو ممكن يحسد المسجونين، يعني إذا كان هذا الشخص حساد زي ما بنقول ودخل السجن فهو ممكن يحسد المسجونين وأيضا يؤثر عليهم كما يؤثر على الناس في الخارج. ده موضوع الحقيقة كبير، وناس كتير بتخاف من الحسد، وكمان بتربط أي أذى أو موقف سيء يحصل ليهم في حياتهم بأن هم محسودين، والبعض يقول لك إيه أنا نجم خفيف. وده بيخلينا نستفسر عن كل هذه المعلومات وأكثر من خلال هذا الاتصال الهاتفي الذي نجريه مع عالمنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. خليني أسأل فضيلتك في البداية عن مفهوم أو معنى الحسد، يعني وهل في حسد محمود وحسد مذموم زي ما بيقولوا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. دكتور علي، طيب التليفون فصل الحقيقة، لكن فورا سنعود مرة أخرى إلى الدكتور علي فخر. زي ما بقول لحضراتكم إن ده من الموضوعات اللي الواحد بيتعرض لها كتير جدا. بعض الناس عنده موقف ما يتمش، أو مقابلة في عمل ما تتمش، أو يحصل له أي موقف كان سلبي، فعلى طول يرجع هذا الأمر لمفهوم وفكرة الحسد. صحيح في أقوال كتير في هذا الإطار يقول لك استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، اعلن الوصول ولا تعلن الخطوات، وبالتالي كل هذه الأمور بتخلي فيه بعض المفاهيم اللي احنا بحاجة ان احنا نصححها. رجع لنا تاني مرة أخرى فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء. دكتور علي، أنا طرحت على فضيلتك السؤال يعني إيه حسد وهل في حسد محمود أو مذموم، وبنعتذر على انقطاع الاتصال يعني. طيب تمام، الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود. يعني هذا الحاسد وجد أن المحسود عنده نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، فيتمنى زوال هذه النعمة، هذا هو الحسد المذموم. أما الحسد المحمود وهذا لا يسمى حسدا، وإن كان يسمى حسدا مجازا، ولكن في أصل تسميته اسمه الغبطة، ومعنى الغبطة أن الإنسان يتمنى مثل ما نال غيره من نعم بغير أن يتمنى زوال هذه النعمة عن الغير. ده اللي بنسميها يعني في اللغة الغبطة يعني يا دكتور علي؟ نعم، يعني أرى أن إنسان أنعم الله عليه بشيء فأتمنى لنفسه مثل هذه النعمة، ولكن لا أتمنى زوالها عن هذا المنعم عليه من الله سبحانه وتعالى. طب هل في أي رأي في الدين أو فتوى بتقول أنه الحاسد يسجن حتى الموت؟ أبدا، ما في حاجة اسمها الحاسد يسجن حتى الموت، ولكن علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقي أنفسنا أو نعالج أنفسنا من الحسد، وذلك بالإكثار من التعوذ، ومن ذلك قراءة المعوذتين، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، والتعوذات النبوية نحو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومنها كذلك الرقية، ومن أمثلتها رقية سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها سيدنا مسلم في صحيحه، وهي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك
ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. هذه هي الرقية التي رقى بها سيدنا جبريل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمنا كذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقي الناس من شر حسدنا. فمثلا قد يحدث عرضا أنه في إنسان يرى أن فلان في نعمة، طب علشان نقي الناس من شر أعيننا ومن شر حسدنا ماذا نفعل؟ علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو لغيرنا بالخير والبركة، فقال قولوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. كما في قوله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة في الحديث الذي رواه أبو أمام عن أبيه: إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره، يعني لا تضر عينه أخيه بأن تزول عنه نعمة الله سبحانه وتعالى. طيب فضيلة الدكتور علي، هل في أمارات، هل في علامات، ضوابط للشخص اللي هو ممكن يحسد؟ يعني الشخص اللي عنده فراسة يقدر يعرفها علشان أنا ما ظلمش شخص ما وأتهمه بأنه حسدني أو أذاني وهو يعني براء من هذه التهمة؟ لو تأملنا معنى الحسد لوجدنا أنه تمني زوال النعمة، وزوال النعمة قد يزول بالحسد وقد يزول بغيره. نعم. يعني ممكن النعمة تزول بسبب الحسد، وممكن تزول بسبب إهمال صاحب النعمة في أنه قد أهمل فيها مثلا، أو اتخذ قرارا خطأ، أو فعل كذا أو كذا. إذن فلا نستطيع أن نحكم يقينا أن هذه النعمة قد زالت عن صاحبها بسبب الحسد، ولكن علينا أن نفعل كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنعم الله علينا بنعمة أن نحافظ على هذه النعمة، وأن يعني نحصن أنفسنا دائما بقراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي والتعوذات النبوية التي ذكرناها. بهذه الطريقة إن شاء الله نقي أنفسنا من شر حسد الحاسد. طيب ايه رأي فضيلتك في الناس اللي دايما بتخاف من الحسد وعايشة حياتها في قلق بسبب هذا الموضوع، واي فشل يلحق بفرد من الأسرة، ام مثلا ولادها ما يذاكروش وما يجتهدوش في الامتحانات، اب عنده ابن خرج عن النص، يرجع كل ذلك للفشل يا دكتور علي؟ والله هذا الامر انا في الحقيقة بعتبره يعني شيء مما نرضي به انفسنا اذا لم نحسن التصرف. يعني واحد لم يوفق في امتحان، واحد لم يوفق في وظيفة أو كذا أو كذا، يقول يا ده الناس بتحسدني. لا يا أخي، الناس مش بتحسدك ولا حاجة، كل ما في الموضوع أنك لم تجتهد الجهد المطلوب للحفاظ على هذه النعمة التي أنت فيها. فليه نخاف من الحسد؟ لو خايفين من الحسد خلاص احنا نتمسك بالعلاج والوقاية التي علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعوذنا وإذا يعني داومنا على ذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يقينا من شر الحاسد. ولكن أن نتباهى بالنعمة وأن نتفاخر وأن نفعل كذا وكذا ونعرض أنفسنا لحسد الحاسدين، ولا نتعوذ ولا نتحصن بالقرآن الكريم ولا بذكر الله، ثم بعد ذلك تحصل لنا أي مشكلة فنقول أصل الناس بتحسدنا، لا. أنت قي نفسك من الحسد وتمسك بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، وحافظ على النعمة التي أنعم الله بها عليك، وإن شاء الله ربنا يقيك من شر الحاسد. طيب عندنا إشكالية دكتور علي. نعم. إن الله يحب أن يرى أثر أنعمه على عبده. نعم. إزاي أحافظ على حياتي وأسراري وفي نفس الوقت أطبق قول المولى سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث؟ نعم. الحديث عن نعمة الله سبحانه وتعالى هو أن ينال عباد الله شيئا من هذه النعمة. يعني مثلا أنعم الله علي بمال فلا بد وأن أنفق من هذا المال على عباد الله. أنعم الله علي بعلم فيجب علي أن أنشر العلم وأبذله لعباد الله. أنعم الله علي بطعام أطعم منه الفقراء والمساكين وهكذا. هذا هو التحدث الحقيقي بنعمة الله. الناس متصورة أن التحدث بنعمة الله إن إحنا أننا يعني
كأننا نتباهى وأن نعم نظهر نعم الله سبحانه وتعالى، عندي أموال فأتحدث، أنا عندي أموال، عندي كذا، أنا عندي كذا، لا، ليس هذا هو التحدث. التحدث الحقيقي بنعمة الله هو أن تظهر أثر نعمة الله عليك بأن تجعل منها نصيبا لعباد الله سبحانه وتعالى. وإذا جعلت منها نصيبا لعباد الله فأنت بهذا إنما تقي نفسك من شر الحاسدين. شكر جزيل وموصول لفضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذه الإطلالة السريعة عبر الهاتف، الحقيقة موضحا الكثير من الأمور المغلوطة فيما يتعلق بخطورة الحسد وإزاي نحصن نفسنا ونقي أنفسنا من هذه العادة السيئة، وكمان إذا تيقننا أننا محسودين نعمل إيه. أنا بشكر فضيلتك، شكرا جزيلا، بشكر كمان مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وبدعوهم بعد هذا الفاصل لمتابعة هذا اللقاء المهم عن نقطة ومسيرة مضيئة وواحدة من الحكم العطائية في هذا الحوار الممتع بإذن الله الذي يأتيكم بعد الفاصل. أرحب بحضراتكم مجددا، لقائنا كل أربعاء وزي ما وعدنا حضراتكم هيدور النهاردة حول تراثنا الفكري العظيم، اللي الحقيقة بيتميز بأنه بيعتني بكافة الجوانب اللي بيحتاجها الإنسان في حياته وبيتحقق ليه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. تأكيد ما فيش شك أنه عبادة الله عز وجل واحدة من أهم هذه الجوانب والأصول، أو هي الركن الركين. الليلة بإذن الله موعدنا مع نقطة مضيئة تظهر حقيقة العلاقة بين العبد وربه، وكمان بتوضح أنه العمل الصالح مع أهميته لا يمنع أبدا نقصانه من دوام التعلق بالله تعالى، لأنه الحقيقة إحنا في كل الأحوال عباد الله عز وجل بشكل عام هذه المعاني العظيمة بتلخص لنا أو بيلخصها لنا أحد العلماء الكبار في علوم التصوف، وهو الإمام العظيم عطاء الله ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه، في نقطة مضيئة قال فيها إيه، أو حكمة من الحكم الشهيرة: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. والحقيقة إنه هذه الحكمة بتطرح علينا عدة أسئلة، زي معنى الاعتماد على العمل وإيه هو مفهوم العبادة وغيرها من المفاهيم الحقيقة اللي هنبقى محتاجين نستوضحها من خلال هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم في هذه الليلة، فضيلة العالم الجليل الدكتور عبد الخالق العطيفي أحد علماء وزارة الأوقاف الكبار. مرحبا بفضيلتك يا دكتور، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا أستاذ الشريف، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله، ويجعل كلماتكم الطيبات في ميزان حسناتكم وميزان حسنات السادة المشاهدين جميعا يا رب العالمين، واجعلوا لقاء نور ونفحات وخير وجمال وحب دايما إن شاء الله بإذن الله. طيب فضلت شيخ عبد الخالق، خلينا نبدأ بهذه الحكمة العظيمة، من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. حضرتك توضح لنا هذا المفهوم لو أذنت لي بعد ما نشوف هذا التقرير اللي زملائنا أعدوه عن العلامة المتصوف ابن عطاء الله السكندري. نعود إلى فضلت شيخ عبد الخالق بإذن الله، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام.
ومنها حكمه الرائعة التي أولع بها العلماء قراءة وشرحا وتدريسا، حتى شرحها أكثر من 50 عالما، منهم من شرحها أكثر من مرة. وها هو العلامة الفقيه المحدث الصوفي الشيخ زروق المالكي يشرحها نحوا من كان تقرير عن يعني العلامة ابن عطاء الله السكندري، زي ما تابعت معنا فضيلة الشيخ عبد الخالق. سؤالي اللي طرحته على فضيلتك قبل الاستماع إلى هذا التقرير الوافي، يعني مفهوم الاعتماد على العمل، هذه الحكمة التي تحدث عنها الإمام المتصوف ابن عطاء الله السكندري. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، إنه من دواعي سروري عدة أمور حقيقة. أولا حضوري معكم وده شرف كبير. شكرا. ثانيا حضوري في قناة الناس، هذه القناة الغراء، وهذه قناة تتميز بعدة صبغات. الصبغة الأولى صبغة علمية، والصبغة العملية، والصبغة الإعلامية، وده محتاج تفصيل ربما يأتي شرحه في وقت آخر إن شاء الله. والمصدر السعادة الأكبر هو أننا سنتعرض لشرح حكمة من حكم سيد ابن عطاء الله السكندري. وهذه الحكم أول مرة يعني أشرف بالجلوس للاستماع إلى شرحها كان تحت أقدام سيدنا الأستاذ الدكتور علي جمعة، ما شاء الله، عضو هيئة كبار العلماء منذ أكثر من 20 عاما. نعم. في الجامع الأزهر الشريف. وطبعا هذه الحكم من العلامات المضيئة في تاريخ الإسلام عامة، لدرجة أن العلماء والمدققين والمحققين شرحوها أكثر من 50 شرحا. ده بخلاف الذي أشار إليه التقرير، 30 شرحا لسيدي أحمد زروق العالم المالكي الجليل. هذه الشروح إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة هذه الحكم، حتى قالوا إن الحكمة صارت أن تكون وحيا أو قاربت أن تكون وحيا، لأنها عبارات موجزة، عبارات ملخصة، عبارات تصيب كبد الحقيقة من أقصر طريق، تهذب النفوس وتربي النفوس وتخاطب الأرواح وتخاطب العقول وتعمر الأرض وتصلح ما أفسده أصحاب الشهوات وما إلى ذلك. إذن نحن بصدد حكم ربما تكون أنوارا تضيء عوالم الناس في هذه الحياة. وهذه الحكمة التي نحن بصددها علامة الاعتماد على العمل. هذه الحكمة هي أول حكمة في حكم سيد ابن عطاء الله السكندري. أول حكمة في الكتاب، وما أكثر من 260 حكمة، وهذه أول حكمة في الكتاب. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهمية العمل وعلى أهمية العلم وعلى أهمية العبادة وعلى أهمية الرجاء وعلى أهمية الخوف. كل هذه المعاني احتوت عليه هذه الحكمة الصغيرة التي لا تعد سطرا واحدا. إذن نحن نتحدث عن مفاهيم العمل، عن مفهوم العبادة بشكلها الواسع الفضفاض، عن مفهوم الخوف، عن مفهوم الرجاء، وعلاقة كل ذلك بالإنسان كبشر، وعلاقة الإنسان البشري هذا عندما يتعلق أو يتفهم هذه المعاني علاقته بالله جل في علا. صحيح، لأن هذه الحكم هي أنوار ونجوم تضيء الطريق، طاقة أمل بالضبط. صحيح. للسالكين في طريق الله. صحيح. لأن الغاية الكبرى للجميع، مقصود الجميع هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا الإطار يدندن سيد ابن عطاء الله رضي الله عنه وأرضاه وقدس الله سره ونفعنا بعلومه في الدارين. نعم. آمين. علامة الاعتماد على العمل معنى كده إن ما بيقولكش ما تشتغلش. لا، ده بيقولك يشتغل بس ما تعتمدش على العمل. لا تركن إلى العمل وتترك ما سواه. ده العمل مجرد سبب. صحيح. وفقك الله تبارك وتعالى له. والتوفيق هو في ذاته هو محض التفضل والتكرم والمن من الله تبارك وتعالى. صحيح. فلا تترك المتفضل وتمسك في العمل. فمش بيقول لك ما تعملش، لا، ده هو بينظم مسألة العمل
والمسألة القلبية والمسألة الروحية، لأن سيد ابن عطاء الله يخاطب الأرواح ويربي ويهذب النفوس، فيقول لك لا تعتمد على العمل، لأن العمل محض منة ومنحة من الله تبارك وتعالى. صحيح، هو توفيق بالأساس من المولى سبحانه وتعالى، هو توفيق وهو وسيلة وليس غاية. يعني طيب، هتقول له أنا ما بعتمدش على العمل، أقول لك خلي بالك، عشان احنا عندنا علامات وأمارات، المسألة مش متسابة كده. أنت ما بتعتمدش على العمل، لا، خلي بالك ده فيها علامة بتدل أنك معتمد على العمل بتاعك وتركت الاعتماد والتوكل على الله جل في علاه. وانا عايز الجزاء يكون على قدر العمل، هنا تحصل لك مشكلة بقى. ده مشكلة كبرى. ده انت بتخاطب الله وتقول يا رب عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك ورحمتك. حد عايز كده؟ اطلاقا محدش يقدر على كده. فلذلك يقول علامة الاعتماد على العمل ان تشعر بنوع من انواع قلة الرجاء عند حدوث الزلل. قلة الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. طب هو الرجاء ده بيكون امتى؟ بيكون مع العمل ولا بدون عمل؟ صحيح. هنا نتكلم علاقة العمل بالرجاء، وأن الرجاء بدون عمل هو محض حمق. انت ما تقعدش جايب شوية بذور وتحذفهم في الأرض وتقعد جنب منهم كده ومستنى لحد لما يطلعوا، من غير لا تسقيهم ولا تقوم على الشغل بتاعهم ولا ترعاهم ولا تجيب لهم الأسمدة اللازمة ولا تستشير حد متخصص. ايوه، تاخذ بالأسباب. طب انت ما اخذتش بالأسباب وما اخذتش بالعمل ومنتظر الرحمات وانت بعيد عن الله تبارك وتعالى. طيب ازاي تطلب رحمة ربنا سبحانه وتعالى وانت تقول لا انا بعيد عنك، انا مش عايز اقرب منك؟ ما انت المعاصي دي بتبعد الانسان عن الله تبارك وتعالى. فانت لما تعصي الله وتبقى طمعان جدا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، لك لا، انت عندك خلل في الفهم. الرجاء مش كده، الرجاء لابد وان يكون ملازما للعمل. فلا تفعل ما تريد وتأتي من الشهوات ما تشاء ثم بعد ذلك تتمنى على الله الأماني. ده مش سلوك المسلم. لا، سلوك المسلم يعمل ويرجو الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يعتمد على العمل، إنما يعتمد على إيه؟ على الله جل في علاه، لأنه هو الموفق لهذا العمل. مش ممكن حد يقول ده تواكل يا فضيلة الشيخ عبد الخالق؟ نوع من أنواع التواكل، يعني أنه أنا أركن إلى التوكل على الله، أو نوع من أنواع التواكل دون أن أخذ بالأسباب أو أقدم العمل، بيبقى دايما في خط رفيع بين صحيح هذا وذاك. صحيح، يعني صحيح. فضلتك توضح للمشاهدين. صحيح. جه أحد العلماء وعلمنا حاجة جميلة، علمنا إن العمل ده كل حاجة في جسم الإنسان لها عمل. الجوارح لها عمل، والقلب له عمل، والروح لها عمل. ولذلك هذه الحكمة بتشير إلى إيه؟ إلى كنه العبادة نفسها. يعني إيه عبادة؟ يعني تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فلك العبادة دي زيها زي إيه؟ زي بيت مكون من ثلاثة طوابق، أو فيلا مكونة من ثلاثة أدوار أو ما شابه يعني. في الطابق الأول الشريعة، والطابق الثاني الطريقة، والطابق الثالث الحقيقة. ايه الشريعه والطريقه والحقيقه؟ ببساطه شديده، وحديث سيدنا جبريل الذي يتحدث فيه عن الاسلام وعن الايمان وعن الاحسان. فالشريعه هي الافعال الظاهريه من صلاه وصيام وزكاه، اللي هي الشريعه، وده الطابق الاول. الطريقه بقى اللي هي ان يكون ذلك دافع الايمان وصدق التوجه الى الله تبارك وتعالى في قلبك. يعني مش بتعمل ده علشان يقال عنك ان راجل مصلي، او يقال عنك ان راجل بتاع ربنا، او يقال عنك انت، وهكذا. يعني ده نوع من انواع الرياء، يعني من مش بالظبط كده. فده اللي بيحكم ايه؟ المساله القلبيه، وده اللي بيقول عليه الايمان. اللي هو الطابق الثاني الايمان واركان الايمان وما شابه. الطابق الثالث بقى اللي هو الحقيقه، ان تشهد الله تبارك وتعالى في كل ذلك. يعني ايه تشهد الله في كل ذلك؟ قال ان تعبد الله كانك ترى. يبقى رقم واحد ايه؟ مش كانك ترى، لا، قبل كانك ترى ان تعبد الله، اللي هو الأول. ايه الشريعه والطريقه التي توصلك الى الحقيقه. فالحقيقه دي في الطابق الثالث. طب انت فيهم فحد يطلع على الطابق الثالث مباشره
من غير ما يعدي على الشريعة اللي هي العمل صحيح. الظاهري والحقيقي اللي هي التوجه القلبي، ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة شهود إنعام الله تبارك وتعالى ويتعلق بالله جل في علاه ويترك الخلق من وراء ظهره ولا ينظر في كل عمل يعمله إلا إلى الله. فجاء أحد العلماء الكبار وحللنا الإشكال اللي حضرتك بتقوله ده، لا ممكن حد يفتكر أن ده تواكل. قال آه، هذا ما نسميه سكون في اضطراب واضطراب في سكون. يا سلام، سكون في اضطراب واضطراب في سكون. يمكن بعض السادة المشاهدين إيه الحاجات اللي بخلاف، يعني الاثنين عكس بعض، يعني السكون عكس الحركة والحركة عكس السكون، إزاي الاثنين مع الشائين في بعض كده؟ الجوارح شأنها الحركة، والمطلوب من الإنسان كي يعمر الأرض أن يتحرك وأن يعمل بجوارحه. طب القلب؟ قال القلب شأنه السكون والسكينة والاطمئنان، لأنه يعلم أن الرازق هو الله، وأن هذه الأسباب التي آخذ بها وأعمل بها وأتوجه إلى الله فيها وأتعب وأرهق جوارحي فيها هي مجرد أسباب، لكن الرازق على الحقيقة هو الله. يبقى أنا عندي عمل للجوارح وده محتاج إيه؟ اضطراب وحركة بالليل وبالنهار وروح وجاي. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود إيه؟ بطانا. قال فأثبت لها غدوا ورواحا، مش قاعدة في العش منتظرة حد لما يجي يأكلها. يا سلام، ده اللي هو إيه؟ حركة الجوارح. طب ما السكون ده يجي فين؟ يجي في القلب اللي هو شأنه السكينة والاستقرار والاطمئنان، ولا يكون ذلك إلا بالتعلق بالله جل في علاه. صحيح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب فضيلة الشيخ عبد الخالق، يعني يقال إنه العبادة لا تأتي بين الخوف والرجاء، يعني إيه الخوف والرجاء هنا؟ إيه المقصود بهذا المعنى يعني؟ ومدى صحة هذا القول؟ طيب، كمال العبادة لابد وأن يتحقق بالاثنين معا، الخوف والرجاء. والخوف هو الذي لا يؤيس الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى، والرجاء الذي لا يطمع الإنسان في أن يأخذ ما عند الله وهو ما زال على معصيته. يعني إيه؟ يعني الإنسان شأنه شأن الطائر، لابد وأن يطير بجناحين، وجناحي المؤمن الخوف والرجاء. لو فقد الطائر أحد جناحيه سقط، طب لو فقد الاثنين خلاص هيموت. وكذلك العبادة والتعلق بالله تبارك وتعالى بالنسبة للمؤمن. الخوف يعني نوع من أنواع القلق، أنا خايف من مكروه قد يصيبني، وأخاف من محبوب قد لا يأتي إلي، يعني حاجة أنا منتظرها ومستنيها، نجاح في العمل، مال، صفقة ما أربحها، فأنا متوجس خيفة، أحسن ما تجيش، أحسن يحصل كذا، أحسن يحصل. ده اسمه إيه؟ الخوف. طيب الرجاء أن تطمع في محبوب قد يأتي إليك، أنا منتظر المحبوب كده إيه؟ والرجاء ده نوع من أنواع الأمل، بيدي الإنسان أمل. صحيح. فأنت لما يكون عندك خوف وفي نفس الوقت عندك رجاء، أمل، وتسير بالجناحين، الخوف يدعوك إلى العمل، والرجاء يدعوك إلى صدق التوسل إلى الله تبارك وتعالى والتوجه إليه، إذن في هذه الحالة أنت على الطريق الصحيح وعلى الطريق صحيح. المستقيم. فكمال العبادة يكون بالخوف والرجاء سويا. فاتني أني أسأل فضلتك، قد يسأل سائل أو يقول قائل، يعني أليس في قول الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون دليل على أن المعتمد هو العمل في هذا الأصل؟ ده صحيح. جزاء بما كانوا يعملون. هو قالوا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وأثر وحفظ من دعوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي حديث آخر لسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن تكلني إلى نفسي
لا تكلني إلا إلى نفس ملؤها الخطيئة، ملؤها العورة، ملؤها التقصير، ولا ثقة لي إلا في رحمتك. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، ولا ثقة لي إلا برحمتك. الكلام ده معناه إيه؟ طب هل ده يفسر أو يصادم الآية الكريمة اللي حضرتك ذكرتها جزاء بما كانوا يعملون؟ على الإطلاق، أي إنسان هذا الذي يطمع فيما عند الله ويطمع في رحمة الله وهو مقيم على المعاصي وعلى الكبائر وهو مبتعد عن الله وهو لا يذكر الله تبارك وتعالى؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي واذكر ربك إذا نسيت. يا سلام، يعني لما تنسى خليك مع ربنا عشان يبقى تكون قريب منه شوية يعني. فأنت لما تقرب ربنا يعني هيتقرب منك أكثر وأكثر وأكثر وأضعاف وأضعاف. صحيح. إذن لا مضاد ولا تناقض بين الآية وبين حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما الذي يدعو إليه الحديث وتدعو إليه هذه الحكمة الطيبة النورانية من حكم سيد ابن عطاء الله السكندري ألا يتعلق الإنسان بالعمل. صحيح. مع الاجتهاد في العمل، يعني هو بيشتغل لكنه لا يركن، لا تعول عليه ولا يعول على العمل. صحيح. ليه لا يعول على العمل؟ لو هناخدها مثلا يعني بالميزان. تفضل يا مولانا. لما تشتغل طول الليل وطول النهار وترهق نفسك في الأعمال، في الصلاة والعبادة والزكاة والصيام والحج، ويجازيك الله بعدله، طب حطهم كده في الميزان وصد نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى عليك، أيهما يرجح؟ بالتأكيد أي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، خاصة أنك لا تعبد الله إلا بنعمة زائدة عليك من الله. صحيح. وأنت ممكن تروح تصلي من غير ما ربنا يوفقك للصلاة. لا. ممكن تروح تنجح من غير ما ربنا يوفقك للإجابات النموذجية والتفوق. طيب. ما إلى ذلك. على الإطلاق. البعض من أفضل الشيخ خالد الشيخ عبد الخالق عفوا بيفرط في الخوف لدرجة أنه ربما يعتقد أنه المولى سبحانه وتعالى لن يغفر له، يعني بما تنصح فضلتك يعني لمثل هؤلاء الذين يقسون على أنفسهم يعني؟ صحيح. هذه الحكمة وما تلون من آيات الله ومن أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو كفيل بإسعاد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يقول ربنا سبحانه جل في علاه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. السلام. ربنا مش منزل القرآن من أجل أنك تشقى في هذه الحياة ولا حتى تشقى يوم القيامة، ولو كان أراد أن يشقيك لما دلك على الإسلام، ولما اختارك من أمة سيد الأنام، ولما جعلك من أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولما ألهم قلبك التوحيد يعني. يا سلام. يعني لو عايز أعذبك ما كان سايبك يعني مع الأنعام ومع الضوال وما إلى ذلك. في ناس بتعبد الأصنام ما زالت، في ناس بتعبد الحيوانات ما زالت، في ناس بتعبد الحشرات والعياذ بالله، في ناس انتكست الفطرة بتاعتها، وإنت أكرمك الله تبارك وتعالى برسالة التوحيد وأكرمك بأن تكون من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويطمئنك دائما بأن رحمتي وسعت كل شيء، ويطمئنك دائما بأن رحمتي سبقت غضبي. صحيح. كلام ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، رحمتي سبقت غضبي. طيب انت خايف من ايه؟ ما انت الخوف ده لو لوحده يبقى انت في منطقة بعيد تماما عن السلوك المستقيم. صحيح. احنا محتاجين خوف صحيح، لكن محتاجين رجاء، رجاء. محتاجين الاثنين يكونوا في ميزان واحد. لذلك لقمان الحكيم لما بينصح ابنه فيقول له يا بني خف خوفا لا يقنطك من رحمة الله. وده بيرد على الأخ اللي هو دايما خايف من التقصير وخايف أحسن ربنا يعذبه وخايف، لا لا خاف بس مش خوف مرض، لا ده خوف صحة، خوف استقرار، خوف استقرار نفسي، يعني خف خوفا لا يقنطك من رحمة الله، لأن القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى من أكبر الكبائر عندنا. صحيح صحيح. طب اليأس يعني نهانا عنه رسولنا الكريم، وفي تخوف أيضا أن البعض بيصل إلى هذه المرحلة، كيف
نمنع شخص ما من الوصول إلى حالة يأس زي ما فضلتك تفضلت فضلت الشيخ عبد الخالق؟ أولا الفهم الصحيح عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني إيه الفهم الصحيح؟ يعني القرآن الكريم في آيات صحيحة يعني ممكن تخوف الإنسان، بتحدث عن النار، بتحدث عن العذاب، بتحدث عن كذا عن كذا، لكن معظم آيات القرآن بتدل على أيضا في نعيم وفي إسعاد وفي إصلاح وفي جمال وفي إمداد من الله تبارك وتعالى وفي لطف وفي ستر. ده الإنسان لازم يعيش في كنف هذه المعاني العظيمة الطيبة. يمكن يؤخذ على بعض الدعاء أو القراء عامة إن هم لما بيمروا خاصة في رمضان أو في صلاة القيام أو ما شابه، لما يمروا على آية فيها عذاب تجد الإنسان صوته بيعلى وتجد إنه يكرر الآية مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة بأشكال يعني مختلفة بأصوات مختلفة. طب لما يمر على آية فيها جمال فيها رحمة فيها نعم، لا يمر عليها كذا مرور الكرام. ليه؟ ما زي ما بتكرر آيات العذاب وبتخوف الناس، كرر كمان آيات الرحمة والجمال اللي بتطمن الناس وبتحبب الناس في دين ربنا. يمكن ده تلاحظه كتير جدا في الناس اللي بتصلي القيام. الناس يا جماعة لا، نعم انا مش عايز اخاف، صحيح. يعني انا مع ربنا صحيح. سبحانه وتعالى مش عايز اخاف طالما انت مع في معية ربنا. الله يعني ده صحيح. فضيلتك الحديث اللي تطرقت ليه رسولنا الكريم لن يدخل الجنة احد عمله يعني نعم. حتى ولا انت رسول الله او ما معناه، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. برأي فضيلتك كيف يداوم العبد على اداء الطاعات والعبادات دون ان يركن الى فكرة رحمة الله؟ ودايما هنا الموضوع بيحتاج إلى توازن وإلى طاقة كبيرة من الإنسان وقدرة على العمل والطاعة، وإنه يقدر يوازن بين العمل والرجاء إن صح التعبير زي ما بيقولوا. صحيح. دايما الإنسان لا يخلو حاله من حالين، حال الخوف وحال الرجاء. والحال الخوف ده يعني برضو مقامات، يعني ده. مش حالة واحدة أو مقام واحد، لا مقامات. يعني في واحد بيخاف من العذاب، من عذاب الله سبحانه وتعالى. في واحد بيخاف من العقاب، مجرد مسألة أو مشكلة العقاب على الذنب اللي هو اقترفه. في واحد بيخاف من الحجاب. يعني يخاف من الحجاب، يخاف أن يكون محجوب عن الله سبحانه وتعالى، لأن الحجب عن الله سبحانه وتعالى يعني جزاء عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. في واحد بيخاف من فراق الأحباب. يعني إيه فراق الأحباب؟ يحب ربنا مش عايز يبعد عنه، يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومش عايز يبعد عنه. فالفكرة دي مخوفة، هو أنا ممكن أبعد؟ ممكن ربنا يبعدني؟ لا ربنا مش هيبعدك، طول ما أنت قريب كده ربنا مش هيبعدك. طب أعمل إيه؟ لابد وأن تكون في ذكر دائم مع الله في ليلك وفي نهارك. أعمل لحضرتك ورد. يعني إيه ورد؟ يعني مجموعة من الأذكار تذكر الله تبارك وتعالى فيها، تسبيح، تحميد، تكبير، صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه؟ عشان تكون في معية الله تبارك صحيح. وتعالى صحيح. قال وأنا معه إذا ذكرني. نعم. فأنت لما تكون مع ربنا ما تخافش، أنت مع ربنا فتخاف من إيه؟ وأنا معه إذا ذكرني. نعم. دي حاجة. الحاجة الثانية أن الذكر سلاح ضد العدو اللدود للإنسان اللي هو إيه؟ الشيطان الرجيم لعنه الله. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص. إذن فالذكر سلاح ذو حدين أو سلاح متعدد الاستعمالات. استعمال الأول أنه يدخلك في حصن حصين مع الله تبارك وتعالى. السلاح الآخر أو الغرض الآخر أنه يجعل حاجزا بينك وبين الشيطان وبين وساوس نعم. الشيطان وبين ما يريد الشيطان أن يفعل بك. عظيم. إذن فالرقم واحد لابد أن تكون ملتزما بذكر الله تبارك وتعالى. رقم اثنين أن تكثر بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي سبب في زوال الهموم، سبب في مغفرة الذنوب، سبب في جلاء القلب ونورانية الوجه في الدنيا وفي الآخرة. يا سلام. يعني لا نود أن نختتم هذه الحلقة ونحن نتحدث عن طاقة الأمل وعن هذه الحكمة العظيمة لابن عطاء الله السكندري من دون أن تتفضل فضلت الشيخ عبد الخالق أنك تحدثنا
عن صاحب الحكم، عن الإمام ابن عطاء الله السكندري، عن أثره الحقيقة في السلوك الإنساني، عن علاقته بشيخه الإمام المرسي أبو العباس، يعني كلنا أذان صاغية. صحيح. هو سيدي أبو الفضل أحمد بن محمد ابن عبد الكريم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عطاء الله السكندري، القرافي مزارا، يعني قرافي مزارا يعني هو مدفون في القرافة المصرية في جبل المقطم، يعني هو نزيل مصر رضي الله عنه وأرضاه. المالكي مذهبا، هو كان بيتعبد في الشريعة على مذهب الإمام مالك. الشاذلي طريقة، وعلى طريقة السيد أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره ورضي عنه ونفعنا بعلومهم أجمعين في الدارين آمين. وهو تلميذ لسيد أبي العباس المرسي، وسيد أبي العباس المرسي هو تلميذ السيد أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهم أجمعين. إحنا معنا كمان المسجد والضريح، نعم الضريح يعني على الشاشة. الضريح سيدي ابن عطاء الله السكندري في جبل المقطم، وهو معروف ومشهور يزار، وإجابة الدعوات مجربة عند قبره رضي الله عنه وأرضاه. يا سلام. لما له من النفحات ومن الكرامات سواء في حال حياته أو في حال وفاته، وأثرت عنه كثير من الكرامات. فروي أنه كان يجلس على كرسي الدرس في الجامع الأزهر، ودخل عليه ثلاثة رجال، حدث كل واحد منهم نفسه بأمر، فحدث الآخر نفسه فقال أنا لا أريد النكاح وأريد أن أعتزل النساء وأريد أن أتعبد الله تبارك وتعالى في نفسه لأن عملي لا يرضيني، وقال الآخر وأنا أرى أن صيامي وصلاتي لا أشعر فيه بنوع من أنواع الرضا عن نفسي فعايز أزود في الصلاة والصيام، أما الثالث فقال صلاتي هذه لا أرضى عنها فكيف يرضى عنها الله تبارك وتعالى، ودخلوا كل واحد يحدث نفسه بهذه الحديث في نفسه من غير إيه؟ من غير كلام. فلما جلسوا في مجلس سيدي ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه قال ربما يقول قائل كذا وكذا وكذا بما قال الأول، وربما يقول قائل كذا وكذا وكذا بما قال الثاني، وربما يقول قائل كذا وكذا وكذا بما قال الثالث، وكلهم لم يفصح عن مكنون نفسه، لكن من كرامات السيد ابن عطاء الله السكندري أنه عرف هذا الذي دار به. ده كرامة من الكرامات لسيد ابن عطاء الله السكندري. سيد ابن عطاء الله السكندري شهد له شيخهم السيد المرسي أبو العباس رضي الله عنه بأنه سيكون مفتيا في الطريقتين، طريقة الشريعة وطريقة الحقيقة. طريقة الشريعة اللي هي المذاهب الفقهية والأعمال الظاهرية والصلاة والصيام وهكذا يعني، وطريقة الحقيقة اللي هي السالكين في طريق الله تبارك وتعالى. فشهد له بأنه سيكون مفتيا وأنه سيكون له شأن عظيم، وأي شأن؟ وقد كان. فيما يتعلق بأخيرا يعني كتاب الحكم، لو نبدأ سريعة، هذا الكتاب الذي استفدنا منه ووردت فيه يعني هذه الحكمة التي ألقينا إطلال عليها فضيلة الشيخ عبد الخالق في هذه الليلة، وكمان أثره أو دوره في التراث الصوفي الكبير. صحيح. هو كتاب الحكم من العلامات في تاريخ الإسلام، ومن العلامات البارزة في تراث المسلمين، وخاصة الأشاعرة وخاصة أهل السنة والجماعة. هذا الكتاب الذي يعني اشتمل على أكثر من 260 حكمة من الحكم الرائقة العالية الجميلة التي تأخذ بالألباب وتهذب النفوس وتخاطب الأرواح، يعني بلغ من عظمته ومن جماله أن انكب عليه كثير من العلماء بالشرح وبالنظم، حتى إن بعضهم نظم هذه الحكم في الشعر، وبعضهم حافظ الحكم عن ظهر قلب، وبعضهم أعاد شرحها مرات ومرات، مثل سيدي الإمام أحمد ابن زروق رضي الله عنه وارضاه الذي شرحها أكثر من 30 مرة، وشرحه موجود بين أيدينا الآن. هذه الشروحات أكثر من 50 شرح، يعني أثناء حديث حضرتك عن كتاب يعني بعض الصور، بعض مؤلفات سيدي ابن عطاء الله السكندري، وهو الذي ذكر لطائف المنن هذا في مناقب سيدي أبي العباس المرسي وسيدي أبي الحسن الشاذلي. يا سلام. ما شاء الله، يعني شيء أنوار ونفحات كبيرة وجميلة. كتاب الحكم من كثرة الشروحات يعني أقبل الناس عليه يعني
زرافات ووحدانا، يعني زرافات عن جماعات ووحدانا، ولا يخلو قطر من أقطار المسلمين من كتاب لسيد ابن عطاء إلا سكندي يشرح فيه هذه الحكم. وأنا أذكر أني من أعظم الذين شرحوا هذا الكتاب سيدي أحمد زاروق، ومن بعده سيدي الإمام ابن عجيبة المتوفى في القرن 13 الهجري، يعني قرابة 200 سنة تقريبا. دول من أعظم من شرح الحكم، وشرحهم مطبوع وموجود بين أيدي الناس اليوم. ومن أعظم أيضا من شرح الحكم صوت وصورة من المعاصرين سيدي طبعا السيد الدكتور علي جمعة حفظه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، وسيدي الإمام الشهيد العالم الجليل سيدي محمد سعيد البوطي رضي الله عنه ورحمه وقدس سره، وكان له عجائب في شرح الحكم العطائية، حتى إن حكمة من الحكم استعصت عليه وهو يشرحها في بلاد الشام، ثم جاء بعد ذلك إلى مقام سيد ابن عطاء الله السكندري وطلب الفتح والمدد من الله تبارك وتعالى عند قبره، فعاد وشرح هذه الحكم بما لم يخطر له على بال. يا سلام يا سلام، بركاتنا في حياة سيد ابن عطاء. يعني ندعو الله يعني أن ينفع بهذا العلم وبهذا التراث، وأن نحسن التعاطي معه، وأن يبقى علماءنا الأجلاء زي فضلتك فضلت الشيخ عبد الخالق يعني قيمين على هذه الرسالة ليشرحوا لنا هذه الطاقة من الأمل التي تساعدنا على استكمال المسيرة في طاعة الله بين الخوف والرجاء. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضلت الشيخ عبد الخالق العطيفي أحد كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالطبع، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، مستمرون معكم بهذه المنهجية في قناة الناس وبرنامجنا مع الناس دائما من الأحد إلى الخميس. غدا لقاء جديد بإذن الله لو كان في الأمر بقية. إلى اللقاء.